السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم زملائي وزميلاتي التدريسيين. حقيقة أنا شنو دا أتعلم عن طريق بالتعليم الإلكتروني، أحب أنزل للي يعني عنده معلومة يطرحها للآخرين حتى نكون إيد واحدة بهذا الظرف الراهن. مثل ما تعلمنا شلون نفتح قناة باليوتيوب حتى ننزل الفيديوهات اللي نسجلها ونوفرها للطلاب، أيضا أكو طريقة أخرى، لكن حقيقة هذه الطريقة يعني الطالب لازم يكون عنده حاسبة حتى ينزل ملف الباوربوينت اللي هو مدرج بالفيديو التسجيلي، لكن ممكن هاي تكون أيضا طريقة يعني إذا توفرت عند الطالب حاسبة. قد يكون يعني مثلا الانترنت ما يشتغل عنده من تنزل هي على اليوتيوب، يعني اشتغل شوية ممكن ينزلها بحاسبته، حاسبة أخوه، صديقة إلى آخره، بمثل يصير عنده الملف شغال يعني عنده يعني حتى يشوف المحاضرة اللي أنت تنزلها يعني. وأيضا هي هاي طريقة حقيقة ممكن احنا حتى بالكلية لما نسوي مثلا عرض توضيحي للمحاضرة، ممكن مرات واحد يجيب فيديو توضيحي من اليوتيوب حتى يدرجه بالمحاضرة ويشوفه الطلاب، ايضا هذه الطريقة تنفع شلون ندرج فيديو بالباوربوينت ومن ثم نرفعه على المنصة حاليا. يعني طبعا اول شيء نسوي نروح على اللاي اوت ونسوي نختار التخطيط اللي احنا نريده اللي هو بالقصاصة مال الفيديو، ونشيل هذا المربع ما نحتاجه. بعد ذلك نسوي insert، طبعا لاني نسخت البرزنتيشن مالته عربي تكون ادراج، كلمة ادراج نسخت انجليزي insert فيديو موفي، هناك فيديو بالنسخة العربية. نشوف اني وين مخلية الفيديوهاتي، انا مخليتهم مثلا باللايبراري بالفيديو. نختار اي محاضرة انت عاملها مسويها عن طريق برنامج التسجيل بالحاسبة، اختارها اسوي لها ادراج. راح تجيني رسالة انه يقول لي شلون تريد طريقة عرض الفيديو، عند الضغط لو اوتوماتيكية، اني اخلي اوتوماتيكي حتى اني ما استعمل بعد ازرار الضغط بالعرض، يعني بمجرد ما اسوي عرض الباوربوينت هي ينفتح لي الفيديو بدون ما اسوي كليك. احاول اكبره، اكون اخليه بكبر السلايدس حقيقة هذه المفروض شوية ازغرها حتى لا يروح التسجيل عندي هنا، اسوي اتأكد انه هو حيعرض لي بدون ما يعني اضغط اي شيء على الشاشة، هو مباشرة الفيديو شغال. بعد ذلك بعد ما تأكدت انه هو اشتغل اروح اسوي له حفظ، طبعا نلاحظ ضغطين بالخروج لان ضغطة لايقاف يعني الفيديو والضغطة الاخرى حتى اخرج. بعدين اسوي له سيف، اخلي على الديسكتوب حتى يكون قريب من عندي، مثلا اكتب هذه المحاضرة كانت لصف رابع حقيقة، رابع فيزياء طبية، وأحفظها بهذا الشكل. أنا سويت لي سيف بعدين أخرج، يقول لي تريدها بعدين، نعم يعني. بعد ذلك صارت عندي المحاضرة موجودة هنا، ايضا ممكن اني اتاكد من عندها انه هي لا زالت شغاله، اشغل النسخه اللي صارت عندي اوبن. لاحظ هذا المشكله هنا، نسوي العرض وخلص انه هي شغاله. بعدين اروح اريد شو اسوي، ادرجها على البلي جروب مالتي او اسويها كمنشور بالمنصة اللي اني اتواصل بها مع طلابي. مثلا اني على سبيل المثال اختارت طبعا حقيقة انشئت مجموعة من بها طلاب حتى بس انه انزل
بس النت عفوا ما يساعد هنا. الميديكال ايميجينج صف رابع، سميت مجموعة ما بيها طلاب حتى انزل الملف، بس من اجل الشرح التوضيحي. منا ايضا اضيف ملف تاتش، اروح اني ومباشرة على الديسكتوب حفظته رابع فيزياء طبية. طبعا ما تطلع لي كلمة بوست اذا ما يكتمل الهاي، وايضا اكتب فد كلام معه. السلام، السلام عليكم، محاضرة تصوير طبي على سبيل المثال يعني. بعد ذلك انطي بوست. طبعا احنا بدورنا ولا ما نشر بدورنا لازم نروح نعلم الطلاب شلون ينزلون هيجي، لان اني لما هسه اني هذا البوست اني طالبه هسه هنا اجي افتح هذا بهذا الشكل، راح ينفتح لي بمتصفح اخر. حقيقه المفروض ينقل لي لبرنامج التصفح الفيديو على الويب، لكن المنصه ما عندها يعني هيك استعداد، مو شغاله. راح ينطيني رساله انه ما نقدر نشغل الملف اللي بيه التسجيل الفيديوي على المنصة. لكن طريقة أخرى، ما أسوي العرض، ما ينعرض لي. حقيقة دا أسوي هاي الخطوات أمامكم حتى نتأكد إنه هو فعلا ما ينعرض بالإدمودو، يعني ما راح يصير ما ينعرض مباشرة. اروح اني بدوري ولا ما نزلت المحاضره بهذا الشكل الفيديو داخل الباوربوينت، اعلم طلابي اقول لهم من القائمه المنسدله اكو داونلود اني ممكن اضيفه، اني كتدريسية والطالب يطلع له فقط الداونلود التحميل، وهنا الاد تو لايبرري اني اضيفه للمكتبه مالتي، اسوي داونلود راح يظهر لي بالحاسوبة مالتي. افتح باستخدام الباوربوينت، حسنا افتح باستخدام الباوربوينت او حفظه بالحاسبة وبعدين اشغله. هاي اني هسه هاي خطوات كطالب، يعني اني انزله ويكون عندي جاهز. ايضا اغلق هاي واسوي له العرض البرزنتيشن. حقيقة هذا العرض أنا يعني مدى أضغط أي زر هو التسجيل يمشي بحد ما ينتهي، يعني خلاص تأكدت إنه يعني أنا بهذا الدرس اللي عرضته حقيقة علم شغلتين، هم تعلمت شلون أضيف فيديو للبرزنتيشن مالتي، وممكن شلون أرفعه حتى أسهل على الطالب عملية تحميله، إذا طبعا قلنا إذا كان الطالب عنده حاسبة، لأنه حقيقة بالموبايل ما اشتغل هذا العرض التوضيحي، لان الموبايل اللي يعني بباوربوينت نسخه حديثه بعد ما اعرف اني ظاهر يعني السبب. ان شاء الله تكون الدرس مفيد وتستفادون منه، وايضا بدورنا قلنا نعلم طلابنا شلون ينزلون هكذا ملف. حقيقه راح اجربها المحاضرة الجاية لطلاب صف رابع، انزلها بهذا الشكل، يعني احاول انوع للطلاب، مرة انزله على القناة على اليوتيوب، مرة انزله كباوربوينت وهو ايضا الشرح شغال، الى ان تنتهي هذه الازمة بخير وسلامة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.